الصور دي مش صور لمجزرة بشرية، دي نتيجة عمليات جراحية خضعت ليها فايزة أحمد في مستشفى القصر العيني. الحكاية بدأت سنة 2014 لما راحت فايزة وهي حامل تعمل أشعة مقطعية على الجنين في القصر العيني. طبعاً قعدوا يكشفوا عليا كشف إن أنت قعدت عليا تعبت جامد، راحت قالت لي أنت هتولدي دلوقتي، قلت لها ده مش ميعاد ولادتي. راحت مين جه معاكي؟ قلت لها جودي بقى. طلعت مين مع مدام فايزة حاجها؟ أنا قلت له ده هتولد دلوقتي وجاها تحضانة. مضيت على الحضانة واتحجزت مراتي يوم 16/8 معانا الورق الأصلي، ودخلت الولادة. فضلت لغاية تاني يوم في القصر العيني، قالوا لي مش هتولد، هتكمل. قعدت 3 أيام، 25/8 الساعة واحدة طلعت يا دكتورة مدام فايدة تخش عمليات. طب يا دكتورة أنا مفيش وجع، مفيش طاقة، مفيش أي حاجة. قلت جاي ماما إحنا عارفين وهنوجدك. أنا الدكتور مفوقني الساعة 9 يا مدام فايدة، قلت له أنا جايبة بنتي حاجة، جايبة بنتي تاني القمر في الحضانة، وبعد كده هو يمشي. طب انا ما عملتش حمام، ما عملتش حتي، امشي. والبنت توفي. ورحت استلم البنت. طبعا انا بنتي الساعه 6 الصبح فيها بصمه رجل، المفروض ان انا استلم بنت في حبر. البنت اللي انا استلمتها ما فيش اثار حبر في رجليها خالص. قالوا لا ده هم غسلوه عشان ما يعملهاش تسمم. ودفننا البنت. ويوم 26 ويوم 27 مراتي كانت بين الحياه والموت. حطيت الجنا، جيت مكوم واتفخ، ما بقدرش اعمل حمام، بعمل برجع سخونيه جامده، كنت بموت. رجعت رحت مستشفى هرم، عملوا لي اشعاعات على طول، حاولوا لي في خطا في الوادم، مخيطين على الامعاء. رجعت قصر عيني، خدت بقى يوم 27 عمليه، يوم 29 عمليه، 3 ايام ورجعت اتنفخت تاني وجيت مدق تاني وتعبت ومفيش ولا دكتور قبلني في الهرم. رجعت تاني احنا مدخليني عمليتين تاني. انا اخر عمليه عملتها جاني انفجار في البطن، بطني وقعت على جاي. الاشعه تثبت ان في استئصال جزء كبير من الامعاء بعد غرغرينا، استئصال جزء كبير من القولون، تدبيس جزء 9 سم للقولون، الرحم متضخم متقطع ملتصق في حاجات كتير عايز يتشال، الكبد متضخم، الكلى الشمال مش شغاله، الحلب الشمال كان عايز تركيب دعامات. دي طول بطني وانا في بيت بابا، ودي غلطه واتفتحت. بعد كل الاخطاء الطبيه والعمليات الجراحيه وتوهان المسؤوليه بين بعض الاطباء في القصر العيني، راح جوز فايزه عمل محضر في النيابه، وبعدها اكتشف مفاجاه قلبت كل حياته. وكيل النيابة قال لي عايزك تروح تجيب لي اسم الدكتورة. فرحت أجيب اسم الدكتورة، اعترت إن مراتي ملهاش، بنتي توفت، ده كانوا بيضحكوا عليا. الموظف قال لي اطلع دور على بنتك فوق، فايزة أحمد ملهاش، بنتي توفت عندي. احنا فضلنا في الموضوع لغاية ما النيابة أمرت بالاستخراج البنت، وخدوا عينات عشان تفحص الدي إن إيه. فطبعا الطب الشرعي إيه؟ بعد 5 شهور لغايه لما بعد كده قال لك ايه، بعد عده محاولات لم تظهر البصمه الوراثيه للجنين، ما عرفوش. والعينات خلصت. دول بيخاطبوا مين بقى؟ بيخاطبونا احنا. دول بيخاطبوا النيابه. النيابه قفلت القضيه. انا لحد دلوقتي والله العظيم ما بنام، يعني انا تعبي، يعني تعبي نفسيا وجسمانيا من موضوع بنتي، انا بحلم بيها والله العظيم ما بعرف انام. اتكلمنا كتير عن مسلسل إهمال بعض الأطباء وبعض المستشفيات، لكن يوصل الإهمال إن واحدة ست تدخل تعمل أشعة على جنين، تخرج بتمن عمليات وكم هائل من الأدوية وأجزاء مفقودة من جسمها، وفوق ده كله بنتها مختفية؟ لأ، هنا بقى لازم يكون في وقفة، وقفة من المسؤولين، والأهم وقفة من الضمير. نيفين سليم، 90 دقيقة، قناة المحور.